انتم البنات كما كتشوفوا هذه الجلابه اللي خدمات غزلان، ها هي ودات ليها الشوشه. ديجا شاركت معكم هذا الفيديو هذا على القناه. هذا القب خصها دير واحده هنايا، ما دارتهاش حيت هي دارت غير هادو كما كتشوفوا، والقب راه ضروري تسدو. المهم هذا هو الشكل ديالها، ديال صراحه جد زوينه. تبارك الله عليك غزلان، تبارك الله عليك غزلان. المهم انتما عجبكم وبقاو معايا باش غتشوفوا كيفاش غنهزوا الرشمه في البيزلين. يلا السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. لويزا ديالي كما كنقول لكم ما وعدتكم، بزاف ديال الكومونتيرات البنات اللي شافوا الجلابه ديال غزلان قالوا لي ملي تكملها تخيطها عافاكي صوريها لينا، غادي نصورها لكم وغادي نعطيكم شي افكار بنيت باش تشوفوا باش مزيان. يعني بزاف ديال البنات كيديروا واحد الاخطاء، ولكن هاد الطريقه اللي كنديرها معكم هي باش كتجي جلابه نكيلي من كيليصا، يعني الطرز يكون قد قد. كما كتشوفوا هذه هي الجلابه، ها نتوما الزواقه ديجا خدمتها معكم انا في التطبيقات، وديجا درت لكم فيديو فاش خدمتها، ودابا غنوريها لكم كيفاش وجدت الجلابه. هذه هي الطرز بالرباطي باليد. وحاجه وحده البنات بالنسبه للشوشه، هذه الشوشه راه كتخدم في الثوب مباشره، يعني ماشي كنلصقوها، دارت رشيمه من الجهه ديال الصدر وحده الفوق، وجبنا وحده مايله شي شويه، يعني ماشي تحتها مباشره، لا درناها لها في الجنب كما كتشوفوا، حتى هي هابطه بالشوشه. والطريقه ديال هذه بالطرز بالعقده الفرنسيه، نفس الجهه ديال اليسر اليمين، يعني كاين اليمين كاين اليسر بحال بحال، نفس الطريقه. الغرزه ديال الخطفه عاود الشوشه لاصق عليها حتى الجنب الاخر. حاجه وحده اللي بغيت نوصيكم البنات، الطريقه اللي ديجا كنقولها لكم، ها نتوما كتشوفوا الجلابه ما كاين لها شي اخطاء ولا العيب، كما كتشوفوا الطرز مقابل مع بعضياته نفس العبار. يعني الطريقه اللي كنقول لكم تبعوا الطريقه اللي كنعطيكم، وغادي يعني ما عمركم تطيحوا في شي مشكل. يعني كما كتشوفوا راه بزاف ديال الطرزات كتلقاو اما طرزه هابطه، اما كتلقاو طرزه وحده حده السفيفه او لا وحده بعيده، يعني ما كيكونش واحد المقارنه مختلفه. هادشي اللي بغيت نوصل لكم. بالنسبه للجلابه راها قطاتها غير بالقيطان ماشي بالسفيفه، كما كتشوفوا غير بالقيطان، درت العقيده نص ديال الدوق وداتها هنايا، وتا باقي اخر قطاتها بالقيطان حتى لتحت، راه جات حلوه. وكذلك من الجنب ديالها قطاتها حتى هي هكا حتى لتحت، وجات هنا الفتحه دارت ثلاثه ديال العقيدات وقطاتها. وبالنسبه للقب حتى القب درناه كدير القب ديال كاريزلان باش يبان هكا في القب، هي راه نسات ما دارتش وحيده هنايا، ديجا قلتها لها ديك المره، ولكن هنا ما بغاتش هي دير الشوشه حيت دارتو من القدام، ما بغاتش ديرو في القب. حتى هذا الشكل صراحه زوينه وخفيفه وبصح حتك وراحتك. كلبسيها بالصحه والسلامه. كيفاش جاتك الجلابه ديالك؟ واش كتحسي؟ كنحس فرحانه باش خيتها، وشكرا للمعلمه ديالي. ديروا يلا بالصحه والراحه، العفو يلا.